ليس هناك تسلل. فمش تسلل حسب ال والمساعد الثاني كان على صواب عندما لم يرفع الرأي. الصورة كانت واضحة. هذا كان خطأ من الحكم. ترجع الكرة من جون لوك حارس المرمى. هارونا يعمل كنترول بيستر. يمشي الكرة بالراس. بالذات ما خرجتش تقعد في اللعبة. تقعد عند يوسف. يلا يا يوسف. اعطي لافونتاج. اعطي لادفانتاج. خالد المليتي. خالد. الى هنا تدخل اكيد عنيف صار. خشونة كبيرة بصراحة. خشونة من لاعبين جيش الرواندي. يرجع ويعطي انذار. اتم المباراة. رجع للخطأ الاول وانذر اللاعب وهو مستحق. خلى لافونتاج ومن بعد رجع. كان على سواد الحبيب. وجه اللاعب بيوت ميتي اذا عنده ورقة صفراء. عنده ورقة صفراء في بداية الشوط. بيوت ميتي. لاعب رقم 16. رقم 16. عنده انذار 16. وعاود انذر نفس اللاعب. ما عرفش هنا يدور زوج انذارات. ما عرفش اذا ما فيقش الحكم وانه اعطاه زوج انذارات. لا ان نكبتوا لانه مش غلط. حسب الصورة التلفزيون لانه في الاعادة شفت اللاعب رقم 16 تبعوا الهجمة. تبعوا الكرة. تمشي لكبير الحارس. يلا استغل العفوة. يلا حطها في الجول. يلا وريال هدف الثالث للنادي الافريقي. ايتشيل احسن بداية لمهاجم النادي الافريقي الجديد. تشادي ايتشيل ليمشي ويحيي مدرب القيصري يحكم اللي اعطى فيه الثقة في الشوط الثاني. ادخلوا مكان الثاني. اللاعب الافريقي ايتشيل. بداية طيبة للاعب. كما قلت كان يكون في داخل الصندوق ما تكون خطورة كبيرة للاعب. هذا اللي حاسوا به جمهور النادي الافريقي. هذا اللي حاسوا به النادي هو انه يكون مهاجم الابتداء هذايا متواجد ومتمركز على الكرة هذايا. هدف ثالث للنادي الافريقي. ثلاثة اهداف مقابل شيء للنادي الافريقي امام الجيش الوطني الرواندي. اهداف كل من بلال العيفاوي وسام بن يحيى واللاعب التشادي اندو السيل ايزيشيل اليوم دي اولى اهدافه في مباراة رسمية في قميص النادي الافريقي. ترجع الكرة للسيا في الميدان. الفريق مفتوح من اللقاء نادي الزمالك. اكيد قمة القمم في الدور القادم. دربي عربي كبير. مباراة تاع نهائي تاع فاينل لكن باش تكون في سيزون دو فينال الدور ال 16 من رابطة ابطال افريقيا. هذا يوسف. هذا يوسف. مساحات في الدم ولاعب كبير ان شاء الله يرجع من الفورمه كما عودنا ان شاء الله. هاو الاكسلراسيون مرور من الاول من الثاني بالاخير يحطها في المساحات. الحارس هدف رائع جدا. هدف رائع من كواتشو الافريقي يوسف لويفي او لعادة من زاويه اخرى. المرور من الاول الثاني بالرغم من المضايقات من الدفاع لانه استغل المساحات واستغل بسرعته معناها بمهاراته الفرديه انه سجل هدف معناها جميل برشا. اربع اهداف مقابل لا شيء لفائده النادي الافريقي امام ممثل الكره الروانديه. وهذا منطقي قلت هدف منطقي لانه يستحق. ونذكر انه هذه ثاني مواجهه لنادي الجيش الرواندي امام نادي تونسي بعد مواجهته للترجي الرياضي سنه 2004 وفوز الترجي 7-0 في ملعب المنزه و 3-0 في كيغالي العاصمه الروانديه. ومرور ونديه امام الممثل الرواندي مره اخرى يلقى روحه اوت في مواجهه نادي تونسي اخر يخرج من المسابقه القارية. امجد الفوز القارية الشامبيونز ليج الافريقي كما تسمع الاهات وتسمع هزيز الجماهير في ملعب الافريقي لتتمتع وفرحة جدا وسعيدة بالنتيجة اللي حققها النادي حتى اللحظة حتى الدقيقة 75. اكيد رهية كبيرة النادي الافريقي بعد منها اربع اهداف. فريق مفتوح من لمقابلة الزمالك وان شاء الله نشوفه من اكثر اكثر لعاب اكثر تشويش. تغيير منتظر في صفوف الافريقي. وسام بن يحيى الكابتن هو اللي باش يغادر وباش ياخذ مكانه المنتدب الجديد الاخر ايمن السلطاني. وكذلك
كرة تمشي سلامير لكن مقطوعة للجيش الرواندي. اكيد لازم ما يحبش هدف النادي الافريقي يحافظ على عذارة شيباكو. هذه كرة يقتبسها اللاعب عواضي يعطي لسوسك الزيشين لكل بعيد عليه بعيدا الباس والتمريرة لكن الحاجة الباهية في اللاعب الزيشين وانه راه فيه في كل العملية الهجومية يعني قريب من المنطقة العملية وبعدين حتى يعمل داخل دائما من الفريق الخصم لانه لبقي يجيب المباريات 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 انسجام على الفريق والتأقلم بالوقت يجي كرة ترجع عند مهدي مرياح يعطيها للكابتن وسام بن يحيى اللي باش يغادر بعد لحظات ارضية الميدان كما قلت وباش ياخذ مكانه اللاعب ايمن السلطاني كما لاعب ملقى على ارضية الميدان. هذاك يعتبر لاعب معناها مشارك في العملية هذاك علاش الحكم اسرع بايقاف اللاعب لانه في حالة تسلل لازم يكسر تسلل معناها هو دوره الاساسي هو السهر على سلامة اللاعبين والجمهور الافريقي دوره الاساسي تشجيع ناديه كما شفنا في مدرجات ملعب رادس. هذا هو التغيير امامكم ايمن السلطاني شيخ المكان الكابتن وسام بن يحيى. هذا هو التغيير المنتظر لكن قبل ذلك اسعاف لاعب الجيش الرواندي كان من على ارضية الميدان. هذا هو الكابتن صاحب الهدف الثاني للافريقي عن طريق ضربة جزاء في بداية الشوط الثاني. تحية كبيرة من جماهير الافريقي الحاضرة في ملعب رادس. ياخذ مكان ايمن السلطاني مهاجم اخر في تشكيلة الافريقي. كذا السلطاني بصراحة قدم نصف متميز الموسم الفارط مع نادي الوندي الباجي اكيد قيمة ثابتة وعاد الاضافة النادي الافريقي. تغيير اخير في تشكيلة الجيش الرواندي يحذو حذو النادي الافريقي. اللاعب رقم 20 نجوما إيريمان ياخو مكان بيبيتو لومبا. هذا هو التغيير الاخير في تشكيلة ايرني برانس المدرب الهولندي. زعلان عليهم برشا زيدون تاع الجيش الهولندي اكيد العقوبة باش تكون عسكرية عسكرية العقوبة سندس الدين دقيقة هذيك هي ترجع الكرة للنادي الافريقي لكن مقطوعة تبقى ممتازة في الدفاع. كرة من دوناتيان ويلا يرجع بها مهدي مرياح حارس مرمى سامي النفسي. ارتاح النادي الافريقي نهائيا ارتاح ويلزم ما نشد الكرة ما نحتفظ بالكرة اكثر ما يلزم ونخاف من الالتحامات معنا تعرف انت من الماتش الجاي مع الزمالك لازم على تحضير من الان. اكيد لازم التفكير منذ الان في المباراة القادمة لازم اللاعبين يحتاطوا من التدخلات ومن الاحتكاكات ويرى بكرة سهلة في السقيم. كرة لمسة ممتازة الجيش الرواندي قاعد يدور الكرة كما يلزم في اللحظات هذه لكن في الأخير مقطوعة الاكسيس اللوز على المراوغة على الجمالية لكن يفقد الكرة لازم جدية أكثر في اللاعب يلزم جدية أكثر أكيد لاعب منتصر الملعب ليش ما عادش يخمر ممكن يلزم معناها في العشر الأمتار الأخرى معناها لكن في المناطق الفريق صعيب شوية لكن لازم يتعودوا اللاعبين على الجدية والانضباط على الجدية والانضباط مهما كان التجارب. كريم العواضي يربح تميس كرة باش تقعد بفائدة النادي الافريقي. تميس في التنفيذ مهدي مريح يلعب في اتجاه زيشيل يعمل الكنترول خذ الثقة في روحه زيشيل اكيد بعد الهدف اللي سجله ممكن كان ينجم يعلن على فاول حكم المباراة يخلي اللاعب. ترجع الكرة مقطوعة تمشي الهجمة نقبو القبو يراوغ ممتاز نقبو التحذير لكن التدخل بالاخير من العواضي ممتاز كريم العواضي رجوع لاعب في وقته معناها في التغطية
يرجع يعمل كوزيتو كوز قدم. انا كلها من الكيب كلها تدافع وتهجم مع بعضها. هذه هي كرة القدم العصرية. ترجع للجيش. حاجة بيه في فريق الجيش الرواندي انه قاعد يلعب كرة يعني ما استسلمش من دور بعد بيه. كلمة جيش تفجع. لا بالرواندي باهي. الجيش الرواندي باهي. لك تقول جيش واحد يخاف. كرة بالراس يخرج بها خالد المليتي. خالد المليتي يلعب كرة طويلة. كان يضحك عليه من السلطاني لكن التمريرة ما كانتش. صحيحة في اتجاه من السلطاني. مرة أخرى يسترجعها نادي الإفريقي. قيصر يعقوب يعطي في التعليمات على حافة الميدان وأهمية المباراة والمدرب حتى للحدث الإفريقي. المنافسة بالطبيعة دائما المدرب يعطي النصائح الآخر مهما تكون نتيجة المباراة. تكون النادي الإفريقي مطالب جماهيره أنه يرجع للتتويجات القارية. اللقب الاول والاخير في اطار مسابقه رابطه ابطال افريقيا بتسميتها القديمه كاس افريقيا للانديه البطله كانت سنه 91. ذكروا موسم الرباعيه التاريخيه بالنسبه لابناء النادي الافريقي. الموسم حقق فيه كل الارقام القياسيه للنادي. الجماهير تمني النفس بعوده النادي لسالف اشعاعه على المستوى القاري خصوصا بعد التغييرات الاخيره في هيئه الفريق وانتخاب السيد جمال العطروس في تجربة أولى للنوادي التونسية في اتجاه ديمقراطية في الرياضة التونسية وهذا مهم برشا في قادم السنوات لتحسين ورفع مستوى الرياضة التونسية عموما وكرة القدم على وجه الخصوص. تمنيات أكيد بالتوفيق للنادي الإفريقي في بقية المشوار كذلك للترجي. الممثل الثاني لكرة القدم التونسية اللي باش يدخل في تصفيات في الدورة القادم امام ممثل البنين كيف الاتحاد الليبي والجماهيرية الليبية باش يدخل في المرحلة القادمة. الوداد والرجاء من المغرب غير ما ننسى مدية الجزائر. كل التوفيق لكل الاندية المغاربية الممثلة للمغرب الكبير في المسابقات الافريقية الموسم هذا. ترجع الكرة من السويسي عواضي مليتي يرجع له خالد مليتي. خالد المليتي يمشي الكرة البيرية للعيقة. خالد السويسي كرة امامية تمر توصل المليتي يلعب يندوه ممتازة كرة يلا يا خالد لكن يزي الشيل ما يخلطش. كرة كانت مقطوعة من دفاع الجيش الرواندي. اقل ريتم من المباراة ما شاء الله. واحنا نقترب من الرويدة وصلنا على نهاية الوقت الاصلي للمباراة. اطمأن نهائيا النادي الافريقي على نتيجة المباراة ومصير التأهل. الجيش الرواندي يبحث على هدف لحفظ ماء الوجه في المباراة هذه. لكن لازم نقولوا حصل ما في الصدور. ست دقائق ما تصورش مستحيل عاد كان ست دقائق حتى كي نهبطوا البرسا توا صعيب برسا ولا ترجع في المباراة. ولو انه مع البرسا كل شيء مضمون شيء مع البرسا. هذه كرة يزي الشين وتدخل في الاخير من المدافع. تدخل من دفاع على جيش الرواندي امام اللاعب يزي الشين. تدخل كان ممتاز من بويو بيتي كابتن الفريق المدافع الابرز في تشكيلة الجيش الرواندي. لما ما نقولش اللاعب الابرز. كرة ترجع عرضية لكن يرجع للمخالفة حكم المباراة ما يعطيش الأسبقية ويرجع للمخالفة في يد كابانجي تويتي. الشقيق الأصغر لبويو تويتي. كرة أمامية الفحص على نزبو. الحوار الثاني مع مهدي مريح يربح الكرة ويمشي لعواضي. مهدي مريح بصراحة عواضي تمريرة في الأمام ممتازة عالية قبل ما تخرج ياخذها يوسف لكن في الأخير في تيم بويو خرج الكرة في التماس. ياخذ بسرعة أليكسيس يوسف سجل هدف أكثر من رائع. الهدف هو الرابع
في المباراة تراوغ دفاعات الجيش الرواندي قبل ما يغالة الحارس جون لويف. خالد المليتي حب يراوغ ما يمرش، ترجع له الكرة بوانيا يحتل اليسار، سعود غارونا بحث على المهاجم لكن التدخل من السويسي يعطي سامي النفسي، سامي النفسي حاول يراوغ من قبلك يا سامي يعطي كرة نظيفة لكن في الأخير تمشي ركنية. كيدي حاب يستعرض، سامي النفسي يستغل ممكن